قدم لنا صورة عما شهدته الساحات في اليمن خاصة في صنعاء وفعاليات اليوم وعلى ماذا تم التركيز؟ بشكل أساسي كان المزاج الشعبي اليوم مستجيبا لحدث مركزي، حدث عربي، هو حدث مقتل معمر القذافي بما يشكل ذلك من إلهام. أعتقد أن هذه النهاية الدرامية شكلت مغذيا لحماسة اليمنيين في كل المحافظات، وكما كانت في كما غذت حماسة السوريين، وكما ستغذي كل شعوب اللعبة الحرية، حيث شكل هذه النهاية الدرامية للديكتاتور بشع مبعثا على السعادة، حتى وإن كان هذا القتل لا يبعث على السعادة أساسا. أعتقد اليوم المظاهرات استعادت عافيتها، صلاة الجمعة كانت حاشدة، يبدو أن هذه الأحداث المفاجئة تأتي تفسد أي ترتيبة لاحتواء الوضع أو تعطيل مسار الثورة في اليمن عبر هذا النظام المستمر يقوم بحشد كل إمكانياته، يقوم بتهيئة هذه العقوبات على اليمنيين باتجاه كسر إرادتهم. يأتي حدث مثل حدث مقتل معمر القذافي ليعيد ضخ الحماسة بشكل كلي ويؤكد على أن هذا الحلم قريب من التحقق. نعم، هل تعتقد بأن ما زال هناك مجال فعلا لتسوية سياسية في ضوء الحديث عن المبادرة الخليجية ومطالب وشروط الرئيس، أم أن هذا الأمر ربما تجاوزته الأحداث وفقط يريد النظام أن يكسب مزيد من الوقت؟ بتقديري أن النهاية أن أي تسوية سياسية هي استنفذت بسبب الأداء السياسي للنظام. أقصد أنه يبدو أن اللقاء المشترك قدم كثير من التنازلات لصالح النظام باتجاه الخروج بتسوية سياسية. ما يبدو واضحا أن الحل الحاسم لهذه الثورة سيأتي عبر تسوية شعبية إذا أمكن القول، ليس بتسوية سياسية. علي عبد الله صالح في الاجتماع الاستثنائي الأخير للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أوضح أنه يريد ضمانات أوروبية وأمريكية وخليجية، وهو يدرك مسبقا كاستحالة ذلك، حيث أن السفير الأمريكي في أثناء توقيع المبادرة الخليجية من قبل قادة المشترك وقادة المؤتمر الشعبي العام أفصح بشكل غير معلن عن أنه يستحيل عليه التوقيع على أي اتفاقية تمنح ضمانات خارج القوانين الأمريكية، وهي ضمانات القتل لصالح وأركان الحكومة التي قدمت في المبادرة. فبالتالي هذا أشبه بشرط تعجيزي وتعطيلي، ويبدو أن الخيار السياسي استنفذ. الآن هناك مسار دولي، يبدو أن هناك نزع للغطاء الإقليمي عبر إصدار قرار من مجلس الأمن اليوم كما تقول الأنباء في 10 مساء. هذا سينقل القضية اليمنية إلى مستوى آخر، وأعتقد أنه سيؤسس لقاعدة اتخاذ مواقف أخرى على المدى القريب. بالأخير الحسم لن يكون من لندن أو باريس أو من نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة، الحسم سيكون في صنعاء بالتأكيد. شكرا لك ماجد المذهجي الكاتب الصحفي من صنعاء، واستكمالا للحديث في الشأن اليمني معنا هنا.